هو انتي قللت الادب بتاع اللي صوتك عليا؟ يانا يا انتي في البيت وحياة امي ما هتقعدي فيه. وساعتها لقيتها بتزقني وكانت عايزه تمد ايدها عليا. في الوقت ده لقيت حسين رجع من الشغل، لكن الغريب ان هو وقف ساكت وما قدرش يتكلم ولا حتى قال لامه انتي بتعملي ايه. بقيت هتجنن والنار قادت في جسمي. قلت له يرضي ربنا، ده ابنك منحور جوه وامك قلت ادبها عليك وعليا، وبتقول يانا يا هي في البيت وعايزه تشغلني خدامه عندها، وانت كل اللي عليك السكوت. لا بقى، انت فعلا ما بقتش تطاق. يا مساء الورد والفل والياسمين على احلى متابعين في الدنيا. وحشتوني جدا جدا من اخر حكايه كنا فيها مع بعض. جايه لكم النهارده بحكايه فريده من نوعها. بس قبل ما نبتدي حكايتنا احب اقول لكل حبايبي وكل متابعيني كل سنه وانتم طيبين بمناسبه عيد الاضحى المبارك. ربنا يجعل ايامكم كلها ان شاء الله عيد. جايه لكم النهارده بحكايه باذن الله هتنال اعجابكم. لكن قبل ما نبتدي حكايتنا وكالعاده ما ننساش نصلي على رسولنا الكريم، وكمان ننزل بسرعه نحط لايك وشير كمان للقناه، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس. ويلا بينا نتعرف على بطلة حكاية النهاردة. أنا فريدة، عندي 24 سنة، خلصت الكلية بتاعتي وقاعدة مع ماما لوحدنا، وده لأن والدي متوفي وأختي الكبيرة متجوزة في سن الجواز ومستنية العريس اللي هيجي يخطفني على الحصان الأبيض. كان ليا مواصفات كده في العريس اللي عايزة أتجوزه. أول حاجة يكون شخصية قوية ويكون محترم ويكون شغال شغلانة كويسة. دي كانت أحلامي من وأنا صغيرة. لكن لما فكرت أتجوز ولحد ما اخترت شريك حياتي، المواصفات دي كلها اتغيرت وانقلبت في يوم وليلة، وده من ساعة ما عرفت حسين. في اليوم ده كنت قاعدة في أوضتي ولقيت ست الكل بتناديلي وبتقولي إيه يا ست فريدة، مش ناوية بقى تخرجي من أوضتك وتطلعيلي كده بطلعتك الباهية؟ قومي يا حبيبتي عايزاكي علشان تجيبي لي طلبات من تحت. حاضر يا ماما، انا خارجه اهو. بس ساعتها قبل ما اغير هدومي سمعت صوت زعيق جامد قوي في الشارع. خرجت جري لماما وقلت لها في ايه يا ماما، هو ايه صوت الزعيق اللي تحت ده؟ يا اختي كالعاده، هو انت يعني مش متعوده؟ مش متعوده على ايه؟ مش فاهمه. عادي يا ستي، الست ام حسين جارنا ماسكة ابنها كالعادة وعمالة تمرمط فيه في الشارع وتزعق فيه. يا اختي انا مش عارفة هو فيه ايه، الست دي غريبة الشكل وكلكم وابنها ده كوم. يا اختي ده بقى كبير وراجل وتقعد كده تزعقله في الشارع ولا كأنه عيل صغير. طب بقولك ايه، تعالي بسرعة نطلع البلكونة كده ونشوف في ايه. ساعتها لقينا الست جارتنا بتزعق لابنها حسين وبتقوله هو انت طول عمرك كده حمار ومتخلف ولا بتفهم حاجة؟ طول عمرك غبي، اعمل ايه بس يا رب؟ حظي كده العيل الحيلة يطلع ما بيفهمش حاجة. يا ريتني يا شيخ كنت سقطت ولا جبت بدلك احسن بنت. خلاص بقى يا ست ام حسين، عيب كده، لم ابنك وخشوا لموا حواراتكم في البيت. جايب لي كده الكلام الكبير والصغير، خش يا حيلتها. كنت واقفة أنا وماما نتفرج على الخناقة والغريبة اللي حسين ما كانش بينطق ولا رد حتى على أمه ولا كلمة. ساعتها دخلت أنا وماما الأوضة جوه وقعدنا نتكلم، ولقيتها بتقولي أنا مش عارفة الست دي، مش عارف بيجيلها قلب إزاي تقعد تهزق في ابنها كده وسط الناس، راجل طويل عريض كده ولسه بيتشخط فيه زي العيل. طب والله يا ماما حسين ده غلبان ومحترم، وبعدين كفاية إن هو متربي وما بيردش على مامته ولا حتى بيرفع عينه فيها. يا بنتي لا، ما ينفعش، لازم يكون ليه شخصية وما يسمحش ان حد يهينه كده. يعني هو ينفع يا ماما ان هو كان يرد على امه او يقل ادبه عليها في وسط الناس؟ يا بنتي لا، انا ما قلتش ان هو يرد على امه، بس ما يصحش برضو واحد كبير في سنه كده يقبل على نفس الوضع اللي هو فيه ده. ليهم بيت يتكلموا فيه، بس هنقول ايه، ما هو جاي في وسط خلفة البنات، ويمكن قعدته في وسط البنات خليته خد من طبعهم. بقولك ايه صحيح يا ماما، هو حسين عنده كام سنة؟ تقريبا يا بنتي عنده حسبة 29-30 سنة. ما هو متخرج بقاله كتير وشغال. الغريب ان الواد ده طبعه غريب، شغال شغلانة كويسة قوي ومحترم ومتدين
وما بيفوتش ركعة، وعمره لا كان بيمسك سيجارة ولا ليه صاحب سوء، بس عيبه الوحيد إنه كده دلدول بصراحة، وأمه وأخواته بيقعدوا يهينوا فيه وبيقبل إهانتهم وما بيقدرش يتكلم ولا حتى ليه شخصية قدامهم. أنا مستغربة يا ماما، إزاي يكون كل الصفات الحلوة فيه ويبقى بالشكل ده؟ بقولك إيه، هي القعدة كلها هتبقى عليه ولا إيه؟ وبعدين إيه يا أختي الأسئلة بتاعتك الكتير دي؟ ساعتها اتوترت جدا. عادي يعني يا ماما، بسأل، أدينا بتدردش مع بعض. بس بقولك إيه صحيح يا ماما، هو يعني لو حصل ده مجرد سؤال، يعني لو واحد زي حسين ده جه تقدم لي وكده توافقي بيه؟ أوافق؟ لا طبعا. أوافق بيه إزاي؟ هو أنا يا بنت لاقياكي في الشارع ولا في صندوق زبالة؟ ده أنا تعبت فيكي وربيتك وخليتك أحسن عروسة في الدنيا، واتمنى اللي يجي ياخدك ده يبقى احسن راجل في الدنيا. ازاي اديك الواحد زي حسين ده يا ماما؟ بس انتي لسه من شويه قايله انه هو كويس وشغال شغلانه محترمه وعارف ربنا وما بيشربش السجاره، يبقى ليه بقى تقولي ان انا متجوزوش؟ عيبه ايه يعني؟ بقولك ايه يا بنتي، الكذب خيبه، هو فعلا كويس ومحترم وفي كل الصفات اللي انا قلتها، بس يا بنتي ده ما يخلينيش اوافق عليه يكون عريس ليكي. لا، لازم اللي يتجوزك يكون ظهر وحمى وراجل، لكن يا بنتي هتعيشي بيه ازاي ده في وسط اهله وهو ما بيقدرش حتى يجيب حقه؟ يا بنتي ده بيتعامل لحد دلوقتي من اخواته وامه كأنه عيل صغير، لا بيقدر يصد ولا يرد قصاده. يا ماما بس ده احترام منه، ما يمكن ما بيرضاش يرد عليها علشان خاطر ربنا، وان هو ما ينفعش يعلو صوته عليها مثلا في وسط الحته. اكيد مش قصدي كده يا مخ تخين، انا قصدي يعني ان هو لا يكون عيل طري كده وما يسيب حقه وما يردش على امه ولا انه يبجح فيها، قصدي ان هو يبقى ليه شخصيه يا حبيبتي وما يرضاش ان حد يجي عليه. في فرق بين ان هو ما يكونش ليه شخصيه وان هو يبقى قليل الادب ويرد على امه، في فرق بين الاتنين. وبعدين بقولك ايه، ايه فايدته رغيك ده كله؟ ما تجيبي من الاخر وتقولي لي انت عايزه توصلي لايه يا بنت بطني؟ اصلا انا فاهمه دماغك، ما بتقعديش تتكلمي على حد كده الا لما يكون في حاجه في دماغك. لا والله يا ماما، انا بحكي معاكي عادي يعني، بنتكلم، ما احنا قاعدين فاضيين. لا يا اختي مش قاعدين فاضيين، انا كنت لسه داخله مناديلك شويه من الاوضه علشان تنزلي تجيبي الطلبات. قومي يا حيلتها، يلا شوفي اللي وراكي وانزلي هاتي الطلبات بتاعت الغدا، يلا يا اخرة صبري. حاضر يا ست الكل، انا نازله اهو. ونزلت فعلا علشان اجيب الطلبات لامي، وبعدها طلعت. بس دخلت اوضتي وانا بفكر في حسين جامد، ما اعرفش ليه. هتقولوا عليا مجنونه لان حسين استحاله يشغل بالي، ما هي مش دي مواصفات العريس اللي انا كنت لسه قايله لكم عليها من شويه؟ الغريبه ان انا فعلا كنت مشدوده له، كان جارنا على طول، تقريبا البيت في البيت قصاد بعض يعني، كنت شايفة فيه كل المواصفات اللي أي بنت تتمناها إلا سكوته ومرضيته إن أهله يقعدوا يهينوا فيه، خصوصا أمه وأخواته البنات. ساعتها مسكت تليفوني وقعدت أقلب كالعادة، ودخلت على صفحته اللي كان بقالي فترة متابعاها ومحدش يسألني أسر اهتمامي، لأني أنا نفسي ما كنتش أعرف. في الفترة دي كان هو بعت لي طلب صداقة، معرفش كان عارف ان انا متابعة الاكونت بتاعه ولا كان صدفة، وقبلت فعلا الاكونت دوك وقبلت الطلب الصداقة بتاعه، وبصراحة كنا صحاب وقعدنا نتكلم فترة، لكن محدش كان يعرف. كان بيتكلم معايا باسلوب مهذب ومحترم جدا، الغريبة ان شخصية حسين معايا في الكلام كانت غير خالص طريقته، والمشهد اللي بشوفه فيه تقريبا يوميا من الخناقة مع امه واخواته البنات. لحد ما في يوم كنا قاعدين انا وماما بنتغدى وسمعنا جرس الباب بيرن، ولما قمت علشان افتح لقيتها خالتي ام حسين. قلت لهم اتفضلوا اتفضلوا ماما جوه. ساعتها امي قامت علشان ترحب بيهم وقالت لها ازيك يا ست ام حسين، اتفضلوا اتفضلوا تعالوا اتغدوا معانا. يزيد فضلك يا حبيبتي، هو احنا جينا في وقت مش مناسب ولا ايه؟ لا طبعا، ده انت تيجي وتنوري في اي وقت، البيت بيتكم، اتفضلوا اتغدوا معانا، سبقناكم يا حبيبتي، دايما عامل بحسك كده. دخلت ساعتها خالتي ام حسين وكان وراها حسين،
لكن كان وشه في الأرض زي البنت، وما فتحش بقه ولا بكلمة. قعدت مع ماما في أوضة الصالون وبدأوا يتكلموا، وبعد شوية كلام لقيتها بتقول لماما: بصي يا حبيبتي، احنا اتكلمنا كتير وهدخل معاكي دغري، انا جاية القعدة الحلوة دي علشان بصراحة ومن غير لف ودوران كتير، انا عارفة ان انتي ست دغري وعايزة الكلام من الاخر، انا عايزة اطلب الست البنات فريدة لابني حسين، ايه رأيك يا ست الكل؟ ساعتها لقيت ام انصدمت وفتحت بقها وقالت لها: ازاي يعني؟ ليه ان شاء الله؟ هو انا مش لاقيه اجوز بنتي ولا ايه؟ اخسى عليكي، ليه بتقولي كده يا ام فريده؟ ده انا بقولك اطلب ايدها لابني، وبعدين ماله ابني يا حبيبتي علشان خاطر تتكلمي بالطريقه دي عليه؟ يا ستي انا عارفه ان هو كويس ومناسب للدنيا كلها وكل بنات الحته، الا بنتي، يعني بصراحه هو مش مناسب ليها، هو غيرها، الطبع غير والتربيه غير. ساعتها خالتي ام حسين ردت عليها وقالت لها: ليه، ده احسن تربيه وسيد الرجال، هو انت تلاقي لبنتك عريس زيه؟ طبعا قلت لهم: اهدوا يا جماعه وصلوا على النبي، في ايه يا ماما؟ ايه الجماعه في بيتنا؟ ساعتها امي استغربت رد فعلي وراحت قايله لخالتي ام حسين: طب ادينا فرصه نفكر يا حبيبتي، وهبقى ارد عليك ان شاء الله في اقرب وقت. وتقريبا كانت بتطردها كده بالادب وقالت لها: ان شاء الله المره الجايه تبقي تنورينا واقول لك ردي. نورتينا نورتينا يا ام حسين. ويا دوبك هما خرجوا من هنا ولقيت امي جريت ورايا في الاوضه وجابتني من شعري وقالت لي: تعالي يا اخرة صبري. ايه يا اختي، قاعده في القعده ومبتسمه كده والكلام شكله عاجبك، هو انت موافقه بيه حضرتك ولا ايه؟ طب وفيها ايه يا ماما، ده بني ادم محترم وكويس، يبقى عيبه ايه؟ نعم يا اختي، لا بقى، ده الكلام اللي كان من كام يوم عليه كان ليه سر، عيبه عيبه يا حبيبتي ان هو ابن امه وملوش كلمه وماشي ورا امه في كل كبيره وصغيره. ايه يا بنتي اللي انت بتقوليه ده، هو انت اتجننتي ولا ايه؟ يا بنتي ده في القعده ما فتحش بقه، ما قالش ولا كلمه، ولا حتى قال ان هو عايز يتجوزك، شايفه امه هي اللي قاعده بتتكلم في كل كبيره وصغيره. يا بنتي انت اتجننتي على اخر الزمن ولا ايه؟ حسين مين ده اللي تجوزيه؟ بقولك ايه يا ماما، بصراحه كده هو من الاخر انا معجبه بيه وشايفه ان هو انسان محترم، وبيني وبينك بقى انا موافقه ان انا اتجوزه، وبعدين انا عارفه من الاخر ان النقاش معاكي اصلا صعب، وعارفه ان انت مش هتوافقي، بس انا هقولك كلمه واحده علشان خاطري، خليني اوافق عليه وصدقيني هصلي استخاره الاول، بس يمكن يا ماما لما اكمل حياتي معاه وربنا يراضينا بطفل ولا حاجه ينور حياته ويعقله ويخليه يعني يبطل اللي هو فيه ده، وان هو يبقى طري وما بيتكلمش. طبعا الكلام ده ما اكلش مع ماما، وقعدت شهر كامل اجيبها شمال واجيبها يمين لحد ما وافقت، لحد ما في مره لقيتها جايه بتقولي: بصي يا بنتي، اللي انت عايزاه، انت قلتي ان انت صليتي استخاره ومرتاحه، انا اهم حاجه عندي في الدنيا اشوفك مبسوطه، بس صدقيني يا بنتي لو اتجوزتيه مش هترتاحي، اللي بيبقى فيه طبع ما بيغيروش. طبعا قلت لها: ما تخافيش يا ماما وانا هحاول اظبط اموري. وفعلا اتخطبت انا وحسين وكنت مبسوطه جدا جدا، وعملنا فرح كبير في الشارع، اتخطبنا بالظبط حوالي 5 شهور، وبعد كده اتجوزنا في بيت العيله اللي فيه امه، لكن كانت شقتي منفصله عن حماتي. وعدى بعدها كم شهر من جوازنا وعرفت ان انا حامل، لكن للاسف اللي شفته في حسين مع جوازي ما كنتش متوقعه، كل يوم والتاني خناقه مع امه. افتكر في يوم كنت نايمه وسمعت صوتهم جامد قوي وكانوا بيتخانقوا، لما خرجت على السلم علشان اشوفهم بيتخانقوا ليه لقيتها بتقول له: هتعيش وتموت حمار، ما بتفهمش حاجه، ده اختك الصغيره لما بتروح السوق بتجيب حاجات انضف من دي، ابعتك تجيب 2 كيلو بطاطس و2 كيلو طماطم، تجيب لي البطاطس مدوده يا ولا والطماطم مفعصه، ما انت هقول لك ايه، مخك مخ حمار، بس هنظلم الحمار ليه؟ ده بيفهم عنك. بقيت واقفه هطق من جنابي، مش عارفه الست دي بتعمل ليه كده. لقيتها ساعتها جابت سيرتي وقالت: ولا على ايه،
ما انت لو متجوز واحدة معدولة كانت راحت هي اتسوقت لي، لكن عاملة لي برنسيسة ما اعرفش على ايه. ما تعرفش اللي هي متجوزة واحد طلع ولا نزل هتتعيل خرع، ده من دعوة امها عليها انها اتجوزت واحد زيك. يلا غور من وشي. بعدها طلع الشقة بقى محروق دمي، وقف بيسمع الكلام ده كله على نفسه وعليا وما ينطقش. قلت له بقولك ايه يا حسين، كل يوم والتاني اصحى على صوت خناقك انت وامك، وما بتنطقش ولا بتفتح بقك، واخرة المتمة دلوقتي امك بتهني وعمرك ما فتحت بقك ولا قلت لها عيب. هو انت فيك ايه بالظبط يا ابني؟ اتنحرر وانطق بقى، دي مش عيشة. انت عايزاني اعمل ايه؟ اشتمها وارد عليها ولا اعمل ايه يعني؟ يا ستي خليها تتكلم، هو الكلام بفلوس؟ حرام عليك، انا كلها كام شهر واولد، وابنك ولا بنتك ما ينفعش يجوا على الدنيا ويشوفوك ضعيف بالشكل ده، لازم يكون ليك شخصية يا حسين. ما هي دي ما بقتش عيشة. وكالعادة يسمع كلامي ويدخل الأوضة ويقفل على نفسه، يا إما يخرج يروح مشوار يقعد فيه كام ساعة ويرجع هادي وريلاكس ولا كأن في أي حاجة حصلت. بس بيني وبينكم والحقيقة تنقال، عمره ما عاملني معاملة وحشة، وعمره ما بخل عليا بفلوس، وعمره ما خلى بيته ناقص حاجة، ولا عمره هني ولا قال لي كلمة وحشة، لكن ضعيف الشخصية جدا. ده حتى لو حصل وزعقت قصاده أو قلت له كلمة تجرحه، عمره ما فكر يرد عليا ولا يقول لي عيب. بقيت حاسة إن نمط شخصيته الضعيفة قدام أمه بقى قدامي أنا كمان، وده اللي مقدرتش استحمله. ما انا ما ينفعش اتجوز واحد ابقى انا اللي مسيطرة عليه وصوتي يعلى عليه واشتمه واغلط فيه وهو ما يردش عن نفسه. وعدت الايام لحد ما خلفت ابني اللي سميته مالك، كان زي القمر، لكن ساعتها حصل اللي ما كنتش اتوقعه. في يوم كنت في شقتي وسهرانة طول الليل بابني علشان تعبان. قبلها بيوم كانت حماتي طلبت مني ان انا اصحى بدري وانزل اجيب لها طلبات من السوق وأساعدها في الشقة، لكن عشان كنت سهرانة طول الليل راحت عليا نوم، وساعتها حسين كان في الشغل. أول ما فتحت عيني كنت سامعة صوت خبيط جامد على باب الشقة، قمت علشان أفتح ساعتها ولقيتها حماتي، ولقيتها بتقولي في إيه يا معدولة، الساعة بقت 3 العصر وإنتي لسه نايمة؟ ما هقولك إيه، ما إنتي متجوزة يا ابني، هتكوني إيه يعني، نجمة من السما؟ ما انت اكيد وقع وما كنتش لاقيه اللي يرضى بيكي علشان كده وافقتي على ابني. بصي يا بت، انا سايباكي في البيت ده بقالك سنه واكله شاربه نايمه في شقتك، ما بشوفش منك معروف، لكن من هنا وجاي انا جايباكي في البيت ده خدامه، اذا كان جوزك بيخدمني انت هتعملي ملك عليا، تنزلي كل يوم من الساعه 7 الصبح تشوفي مصالح البيت وتاكلي الطيور اللي فوق وتروقي لي الشقه وتعملي لي الاكل، يا إما هتشوفي مني اللي محدش شافه، ولا ما تكونيش شايفة نفسك هتبقي بقى الدلوعة اللي مفيش منك اتنين وتحبسي نفسك في الشقة وتجيبي ابني هو اللي يخدمك، أنا ابني يخدمني بطولي. ساعتها رديت عليها وقلت لها بصي يا حماتي، اللي بتعمليه مع حسين ما ينفعش معايا، مبدئيا انت ما ينفعش تغلطي فيا ولا تقلي أدبك عليا، وإن كنت بعملك مصلحة انا بعملها لوجه الله، لكن تجبريني وتقوليني شغاله عندك اهو ده اللي مش هينفع. هو انتي قللت الادب بتاع اللي صوتك عليا؟ يا انا يا انتي في البيت وحياه امي ما هتقعدي فيه. وساعتها لقيتها بتزقني وكانت عايزه تمد ايدها عليا. في الوقت ده لقيت حسين رجع من الشغل، لكن الغريب ان هو واقف ساكت وما قدرش يتكلم ولا حتى قال لامه انتي بتعملي ايه، واخدني ودخل الشقه وقفل الباب. أمه ساعتها قعدت تزعق وتهلل وكانت عايزة تكسر عينيها باب الشقة، إنه يقول لها عيب ولا اسكتي، بقيت هتجنن والنار قادت في جسمي. قلت له يرضي ربنا ده ابنك منحور جوه، وأمك قلت أدبها عليك وعليا، وبتقول يا أنا يا هي في البيت وعايزة تشغلني خدامة عندها، وأنت كل اللي عليك السكوت. لا بقى، أنت فعلا ما بقيتش تطاق، أنت ما بقيتش راجل، انطق يا أخي وافتح بقك، رد إهانتك سواء كانت مني ولا من أمك، خد حقي. في الوقت ده سكت وما نطقش، ودخل الأوضة وأخد ابني وقعد يلعب ولا كأني في حاجة حصلت. قعدت أعيط وأبكي على حالي،
لحد ما لقيت تليفوني بيرن. ساعتها كانت أمي قالت لي: مالك يا بنتي، فيكي إيه؟ قلبي وكني عليكي وسمع زعيق عندكم في البيت. حكت لها كل اللي حصل. لقيت أمي قفلت السكة، ومسافة دقيقتين لقيتها عندي، وسمعتها ساعتها واقفة مع حماتي تحت وصوتهم عالي جدا وبتقول لها: بصي يا أم حسين، انتي لما جيتي طلبتي ايد بنتي للجواز سقتي عليا طوب الأرض علشان أوافق بيكي، وأنا ما كنتش موافقة لولا اللي بنتي هي اللي كسرت رقبتي وقالت إن حسين محترم وأمه بنت أصول وهتحافظ عليها، إنما تهيني بنتي وتيجي عليها ده ناكلك بسناني. أبوها ميت صحيح، لكن ليها أم ميت راجل. أول وآخر مرة أشوفك تعلي صوتك على بنتي أو تهنيها، وإن كانت يا حبيبتي لقمتها جوزها مش قادر عليها، أنا أكلها في بيتي لقمة وأخليها ترمي 10، ومن بكرة الصبح أطلقها وأخد حقوقها وأقعدها في الشقة وهي حاضنة كمان، وأخليكم تلفوا حوالين نفسكم، لكن أوعي تفتكري إنك لو جيتي على بنتي مش هتلاقي اللي يقف لها، وإن كان حظها منيل ورزقها بزوج خرع وملوش شخصية، لكن ليها أم تاكل الزلط. طبعا بعدها حماتي ما قدرتش تفتح بقها قصاد أمي ولا تتكلم، ولما الناس اتلمت غلطت أم حسين وحكموا إن أنا العزل وأبقى لوحدي وملهاش دعوة بيا، وأنا كمان تحصل ولعة بينها وبين ابنها ما تدخلش. وفعلا كنت في حالي وفي شقتي وكأني قاعدة في شقة أجار، لكن للأسف حال حسين ما تغيرش، بالعكس كنت بحس كل يوم والتاني إن هو شخصيته بتضعف عن اليوم اللي قبله، لحد ما بقيت متأقلمة على الوضع، لكن كل يوم بينزل من نظري، كل ما أشوفه بيتخانق مع أمه أكره نفسي، كل ما أحس إن أنا أخاف أقع في مشكلة وما يقدرش ياخد لي حقي أخاف من الزمن وأرجع أقول يا ريتني كنت سمعت أمي، لحد ما حصل اللي ما كنتش متوقعه ولا عاملة حسابه. في المرة دي كنت قاعدة في شقتي ولقيت حماتي بتخبط اللي كان بقالها كتير أصلا ما بتطلعش عندي، ولقيتها دخلت وقالت لي: فين المعدول جوزك؟ هو فين ناديهولي؟ ساعتها خرج من جوه وهو واطت راسه في الأرض وقالت له: هقولك إيه، شتمتك كل الشتايم ولا بتحس، عملت فيك اللي ما يعمل وما عندكش دم، بقى يا ولا بعتك مرة تقبض لي المعاش، تضيع لي الفيزا وتبهدل لي الدنيا ولف حوالين نفسي علشان أعمل غيرها، وآخرة المتمة تعمل مشكلة بين أختك وبين جوزها. ساعتها ما نطقش وقالت له: ما ترد ياد يا جبل، افتح بقك، هقولك إيه، نصيبي الأسود في الدنيا. وساعتها بصلها بصة كأنه بيلومها، قالت له: ده اللي انت شاطر فيه، غور كده من وشي. وراحت ساعتها حماتي ضرباه بالقلم وهو واقف ما بينطقش، وخرجت ومشيت. اول مره اشوف حماتي بتمد ايدها عليه، ساعتها طلعت كل صبر السنتين فيه وقلت له: انت مش بني ادم ومش راجل ومش انسان طبيعي، انت عمرك ما تكون انسان طبيعي، محدش بيقبل اللي انت بتقبله، انا بقيت اخاف منك، انت ازاي كده يا ابني؟ رد، انت دافع عن نفسك. لقيته بيزقني بايده وخرج عادي بكل برود ولا كأني في حاجة حصلت. عدت 3-4 ساعات ولقيته راجع وجايب بوكس شوكولاتة معاه وعلبة جاتوه وكمان عشا من بره، ولقيته قعد ونادالي علشان نتعشى. قلت له: غريبة يعني راجع رايق مش على عادتك. عادي، خرجت علشان اخد حقي من امي ومن اختي ومنك انت كمان. نعم، تاخد حقك ازاي؟ مش فاهم. ما تشغليش بالك، عادي عادي مفيش حاجة. ودخل اوضته وكان رايق جدا، وهي دي كانت عادته، بعد كل خناقة معايا او مع امه او مع حد من اخواته يغيب 3-4 ساعات كده ويرجع رايق وكأني مفيش حاجة حصلت. لحد ما في يوم كنت قاعدة وكنت عايزة أكلم أمي ولقيت تليفوني فاصل، أمسكت تليفونه علشان أكلم أمي وقلبت فيه شوية وما كانش في نيتي حاجة، لقيت ساعتها في أرقام كتير دكاترة نفسيين على تليفونه، وكمان معظم الأبحاث بتاعته أو مصادر البحث يعني عن برضه دكاترة.
استغربت، ما بقيتش فاهمة هو ليه بيكلم الناس ديك أو بيبحث عنهم، لحد ما بدأت أدور وراه ولقيت ساعتها مرة في محفظته روشتة الدكتور نفساني، روشتة ومكتوب فيها أدوية كمان. ساعتها اتجننت وخفت فعلا لا يكون بيتعالج. ساعتها أخدت عنوان العيادة بتاعت الدكتور ورحت له، وقعدت اتكلمت معاه وعرفته إن أنا مرات حسين. وساعتها اتفاجأت إن الدكتور بيطلب مني إن هو لازم يدخل المستشفى ويتلقى علاج، لأنه تعبان نفسيا بسبب ضغوط أمه وأخته عليه وكمان أنا، وإن هو لو استمر في حالته دي كتير ممكن يطلع أذيته النفسية من أمه ومن أخته ومني، إن هو يأذي بني آدمين تانيين ملهمش أي ذنب. وللأسف ده اللي حسين بدأ يتجه ليه الفترة الأخيرة، أيا كانت الطريقة اللي هيقدر ياخد بيها حقه اللي أنا لحد دلوقتي معرفش إيه هي. ساعتها خرجت من عند الدكتور ورجعت شقتي، لميت شنطة هدومي وحاجتي أنا وابني وطلعت على أمي وحكيت لها على كل اللي حصل. الغريبة بقى إن أمي كانت عمالة تهدي فيا وتقولي حاجة على بيتك وجوزك، جوزك غلبان وإن كان فعلا متأثر نفسيا بسبب كل اللي بيحصل لازم تقفي جنبه، لكن أنا كنت رافضة وكنت مرعوبة وكنت خايفة كمان. لأول مرة أحس إن أنا ندمانة على اختياري ليه، ومع كل ده لسه بحبه ومش عارفة برضو أتخيل حياتي من غيره. بعدها بكام يوم حسين جاي من عند أمه علشان يجي ياخدني، لأنه فهم إن أنا غضبانة. طبعا أنا مرضتش أقعد معاه ولا أواجهه، وأمي طلبت منه إنه يسيبني كام يوم لأني أعصابي تعبانة. بعد كلام الدكتور وإن حسين بقاله أكتر من 3 سنين بيروح له وبيتعالج عنده، وإن هو دايما جعله كمستمع وبيروح يشتكي له، وإن بعد ما بيقعد مع الدكتور ويحكي له كل حاجة بيرجع هادي كأنه بيطلع الطاقة السلبية اللي جواه. عشان كده المشاوير اللي كان دايما يخرجها ويرجع بعدها هادي كان بيبقى عند الدكتور. أنا قابلية إن أنا أقبل إنه يدخل مستشفى ويتعالج مش قادرة أقبلها، أو إن أنا ممكن أرجع البيت تاني برضو مش عارفة هقدر ولا لأ. علشان كده جيت لأحكي لكم حكايتي، أحكي لكم حكايتي اللي مش عارفة نهايتها هتكون إيه. أقبل بوضعي وأقبل بحاله وأحاول أتجنب سمعاني ليه وهو بيتخانق مع أمه وإنه دايما بيسكت قدامي وما بينطقش، ولا أتطلق وأسيبه ومرجعلوش تاني وأخاف على نفسي وعلى ابني. وقبل ما تقولولي رأيكم لازم تعرفوا إن حسين إنسان ما فيهوش غلطة، محترم، متدين، بيصلي، حنين، كزوج ما فيهوش أي عيب، لكن ما بيقدرش يرد إهانته، ضعيف الشخصية، طاري كده في نفسه، حتى معايا رومانسي جدا وحنين جدا، لكن لو اتخانقنا عمره ما يقف قصادي. عارفين ساعات لما كان يشوفني تعبانة كان يساعدني في شغل البيت، ما كانش بيستحمل يشوفني تعبانة، ولو حتى جالي شوية برد يجري بيا على الدكتور. شخصيته كويسة جدا في الشغل ومع أصحابه، لكن قدام أي ست وقدام الحريم أو أنا أو أمه أو إخواته أضعف من العيال ومش عارفة أخد قرار. ولحد هنا تنتهي الحكاية، ياريت تقولولي رأيكم، أقبل بالرجوع ليه ولا أتطلق ولا خليه يتعالج واكمل معاه؟ يا رب تكون الحكايه عجبتكم ونالت اعجابكم. هستنى اسمع رايكم في التعليقات، وفي النهايه احب اقول لكم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.